مرحبا يا أطفال، يا حلوين، كيفكم؟ أكيد أنتم اشتقتوا أنكم تسمعوا قصة جديدة قبل ما تناموا، وأنا اليوم راح أحكي لكم قصة كتير كتير حلوة. والقصة اليوم بتحكي عن البحر الحزين. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في بنت اسمها سارة، وكان عندها أخوها اسمه سامي. كانوا قاعدين بالبيت، وهن قاعدين بالبيت اتفقوا هو واخته انه يروحوا ويقولوا لجدهم انه ياخدهم على البحر، مشان يروحوا على البحر ويلعبوا بالرمال ويسبحوا هنيك بالبحر. راحوا لعند جدهم وقالوا له: جدو جدو، الله يخليك الله يخليك، خدنا على البحر، نحن حابين نروح على البحر ونسبح ونلعب هنيك بالرمال. والله قال لهم جدهم: ما في مشكلة، رح أخذكم، روحوا البسوا وجهزوا غراضكم ويلا مشان نروح على البحر. فرحوا كتير هي وأخوها، وراحوا وضبوا غراضهم وأخذوا الألعاب تبعهم مشان يلعبوا بالرمال بالبحر وينبسطوا هنيك. والله حملوا حالهم وراحوا هن وجدهم. وصلوا على البحر، أول ما وصلوا على البحر طلعوا هيك على البحر، قام لقوا البحر المي تبعه راجع لورا، راجع عن الشاطئ هيك، مراجع لورا وملم أربع على الشاطئ. فاستغربوا. قام اجت سارة سألت جدها، قالت له: جدو جدو، ليش البحر راجع هيك لورا وليشك مالم قرب على الشاطئ؟ قام قال لها جدها، قال لها: هو البحر أحيانا بيرجع لورا وبيرجع بيقرب على الشاطئ، وشرح لأنه ليش هيك يعني بيصير. المهم قالت له: ماشي. قال لها: يلا روحي انت واخوكي، طلعوا العابكم وقعدوا على الرمل وعملوا البيت اللي بتعملوه على الرمل والعبوا، ويلا انا رح اقعد هون قدامكم. والله راحوا عم يلعبوا، هن عم يلعبوا، راحت سارة قالت له لأخوه، قالت له: انا هلا بدي روح اتسطح شوي هيك على البحر. وهي متسطحة على الرمال، كان فوق منها في المظلة، متسطحة هيك وعم تتأمل صوت البحر وعم تتأمل الهدوء وعم تتأمل انه ريحة البحر الحلوة، لانه البحر كتير كتير حلو بيعطي راحة نفسية. المهم وهي متسطحة فجأة حست انه المي تبع البحر وصلت لعند رجليها. فزت هيك وفرحت كتير، وشو صارت تقول للبحر؟ قالت له: أنا كتير بحبك يا بحر، وأنا كتير انبسطت إنك هلأ رجعت أنت على الشاطئ، كنت مبعد عن الشاطئ ليش؟ المهم ضلت متسطحة، وهي متسطحة عم سمعت البحر عم يحاكي سارة. وشو قال لها سارة؟ قال لها: أنا يا سارة البحر الحزين، وأنا كتير زعلان وكتير مقهور وكتير معصب من الناس. فزت سارة هيك وقفت وسمعت، عم استغربت، عم قالت له للبحر، قالت له: ليش انت غضبان يا بحر؟ ليش انت زعلان من الناس؟ ليش زعلان منا؟ حكي لي ليش زعلان يعني. وقالت له للبحر، قالت له: مالك شايفنا قديش نحن منحبك، ومالك شايفنا قديش نحن منحب انه نجي على البحر، لأنه نحن منحب نسبح فيك ومنحب أنه نشوفك ونشم ريحة البحر ونلعب على الرمال، ليه زعلان منا؟ نحن لطفاء معك، ما عملنا معك شيء أي غلط، فليش أنت زعلان منا؟ وعلى طول نحن الأطفال، وعلى طول نحن الأطفال منقول لأهالينا يجيبونا على البحر لأنه منحبك كتير، ومثل ما لك شايف شوف البحر كله أطفال ونحن منحبك كتير، ليش أنت زعلان منا؟ قام قال للبحر، قال له: أنا كمان بحبكن كتير، وأنا وقت بتجوا لعندي كتير بنبسط، وأنا وقت بتجوا أنتوا بتنطوا على البحر أنا كمان بغمركم بمياهي وبرطب عليكم، بتصيروا هيك مبسوطين وعم تلعبوا وعم تسبحوا ومروقين، وأنا كمان بحبكن بس أنتوا ما بتحبوني، وأنا كمان في عندي بالبحر عندي سمك، بتصطادوا من عندي سمك وبتاكلوا من السمك الطيب، وأنا كمان كتير بحبكم وعم بعطيكم الخيرات اللي أنتوا بتحبوها، بس أنتوا عن جد ما بتحبوني من قلبكم، أنتوا بس بتحبوني هيك لحتى تجوا
وتلعبوا وتنبسطوا وتروحوا وتعملوا شغلة ما لكم منتبهين عليها أبدا أنتوا. قام قال لها لسارة، قال أنا هلا رح أرجع المي، رح أرجع المي لورا وبدي إياك تشوفي شو اللي عم تشوفي، بس أرجع بس رجع المي لورا. رجع بالمي لورا البحر، طلعت هيك سارة على البحر، طلعت هيك سارة عم لقيت في أكوام من القمامة، في أكوام من الزبالة، في زبالة كتير، في كراتين وفي أناني بلاستيك وفي أواعي وفي كتير وسخ موجود على الشاطئ تحت المي هي. فشافت هذا المنظر سارة فعرفت أنه عن جد هو لازم يكون حزين البحر، وصارت تشوف هيك تلاقي أناني إزاز مكسورة وفي وسخ، يعني البحر كتير كتير موسخ. فرجع البحر وهمس وحكى مع مين؟ مع سارة، وقال لها سارة، قال لها شفتي؟ شفتي ليش أنا زعلان؟ شفتي قديش أنا عم بعطيكم حنان وعم بعطيكم مرح وبتكونوا مشوبين وجايينكم كنت تطفوا بالشوبة تبعكم وبتجوا لعندي بتنطوا بالبحر، أنا بعطيكم البرودة وبتنبسطوا وبتلعبوا، وأنا عم بعطيكم من الخيرات، عم بعطيكم أسماك وعم بعطيكم كتير جو حلو ونسائم حلوة، شفتي أنا شو عطيتكم وأنتوا شو عطيتوني؟ طلعت هيك سارة خجلت كتير، وقال لها البحر كمان، قال لها كمان هدول الزبالة والقمامة اللي موجودة على الشاطئ لسه في منها أضعاف موجودة عندي جوا بالبحر بسبب السفن وبسبب الزيوت تبع السفن والتلوث وبسبب كتير شغلات، فأنا عم بعطيكم الحب والحنان وأنتوا عم تعطوني الأذى، ليش؟ قال لها أنا مشان هيك عم بعد عنكم ورجع المي لورا مشان أنتوا تبعدوا عني وتحسوا أنه هذا الشيء اللي عم تعملوه غلط، ما بيصير تعملوا هيك وتكبوا زبالة على الشاطئ وتكبوا زبالة بالشارع وتكبوا زبالة على المي بالبحر، هذا كله شيء هذا كله ما بيصير. يعني هون عرفت سارة أنه ليش البحر زعلان، ونادت لأخوها سامي وقالت له تعال، وصاروا ينطفوا الشاطئ وصارت تلم القمامة هي وأخوها سامي، وصارت سارة تنادي لكل اللي موجودين على الشاطئ اللي من أطفال وكبار وتقول لهم تعالوا نحن لازم نعمل هذا البحر نضيف، ولازم نساعد البحر ونتخلصوا من هالقمامة هي كلياتها. وحكيت لهم للأطفال كيف البحر كلمها وقال لها انه انا زعلان منكم لانه انتم عم تكبوا القمامه وزباله كلها علي بالبحر. والله فاجئ وفورا تحرك كل الاطفال وكل العالم اللي موجودين كانوا على الشاطئ اللي هو تبع البحر، وصاروا يلموا هالزباله ويلموا هالقمامه، والكل تعلموا انه ما عاد حدا يكب زباله بالبحر أو بالطريق أو وين ما كان الواحد، ما لازم يكب زبالة بالطريق، إذا كان ببيته لازم الزبالة يكبها بسلة زبالة، وإذا كان بشغله لازم يحط كل شيء بسلة زبالة، فلازم الواحد يحافظ على النظافة ويحافظ على نظافة البيئة. تمام، هي حكايتي لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. انتوا اكيد هلا بتكونوا يا نمتوا يا لسه عم تسمعوني، اذا لسه عم تسمعوني يا اطفال يا حلوين لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر اللايك. تمام، وانا هلا رح اقولكم توتي توتي خلصت الحتوته، باي.